في ثلاثة إخناتون ناقصين واتنين أنوبي وأربعة ورق باردي، فين دول؟ ورق جردي؟ هما الفراعنة برضو عادل كانوا بيقعدوا يجردوا زينا كده ولا ايه؟ احنا هنهزر، هجردك من قفاك على طول. معلش. ما بهزرش انا. خلص. الحاجات اللي ناقصة دي فين؟ خلاص معلش عادل، احنا من الصبح عادل عمالين نجرد بصراحة، من طلعة الصبح لغاية لما الواحد يا اخي جاله جرد. ماشي، البضاعة اللي ناقصة فين يا رمزي؟ اتكسروا عادل. اتكسروا؟ اه، وانا لما حاجة بتتكسر مني بقول لك ان احنا بعناها عشان ما تشيلش في نفسيتك يعني. انا بخاف عليك قوي يا عادل، يعني احنا اكتر من اخوات يا عادل، احنا ولاد عم. مفيش ولاد عم يا رمزي، الشغل ما فيهوش ولاد عم. انت هنا دلوقتي شغال معايا في البازار وفي بضاعه مش موجوده، ما عملتش حساب يوم زي ده ان هعرف. يا عم عادل احنا فين واليوم ده فين؟ اهو اليوم ده جه، هو ده اليوم. هو ده اليوم والبضاعه ضاعت. ها اعذبك بقى ولا اعمل فيك ايه؟ ماشي، خمس تماثيل اتكسروا، الاربع ورق البردي دول اتكسر، الاخرين يا عادل في ورق بردي بيتكسروا يا عادل، دول اتقطعوا. لا انا غبي معلش، اتقطعوا ازاي بقى يا رمز؟ كده شش يعني على اساس ده ما يزعلش، لو تش ماشي ماشي. وايه تاني اتكسر يا رمز؟ ياه ما تفكرنيش بقى عادل، حاجه غاليه قوي عليا، الساعه بتاعتي مع انها اخي ضد الميه وبرضه اتكسرت، مش عارف ازاي ضد الميه. يلا بقى عمرها الاعتراضي بقى. عمرها الاعتراضي؟ طب تختار كلام تخين ليه يا ابني، اسمها عمرها الانفرادي. المهم ايه اللي اتكسر تاني؟ فاستين. فاستين وشيشه. شيشه واحده؟ لا اربعه يا عادل، ده غير بقى اللي وقع مني واتكسر، وغير اللي اتسرق، وغير اللي انا شحته. طب احنا بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى. ماشي بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى، ما انا عمال قلت لك يا عادل يوم الجرد ده خده اجازه يا اخي، كل سنه برضو يا عادل بتقعد تقول لي بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ اهو بنجرد ليه؟ اهدى يا عادل اهدى بقى شويه. الساعة 6 الصبح مصحينا على الدوشة والمكنسة والخلاط والتلفزيون، في ايه؟ مش عارف انام. يعني انت سمعتها؟ طبعا سمعتها وتنيلت صحيت اهو. امال الست مجيدة مش عايزة تسمعها ليه؟ عشان لما اقولك انها بتستعبط. بقولك ايه؟ انتي احترمي نفسك واعرفي تتكلمي ازاي وقولي استبحي يا صبح، ما تكلميش عن مامي بالطريقة دي. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما اقصدكيش يا سناء. بحسب. ايه بعيد قوي. عيب يا سناء تتكلمي معاها بالشكل ده، وبعدين احنا ما نعرفش الظروف، مش يمكن اتطرشت ولا حاجة. ماما انت بتعملي ايه يا ماما؟ بطهر البيت يا حبيبي، اوضه النوم بتاعتهم ما فيهاش شباك. اوضتهم مكمكمة. حمود ازاي تعملوا حاجه زي كده وتتجننوا وقاعدين تخنقوا واحنا نايمين؟ نايمين؟ احنا اسفين ان قلقنا منامك يا مجيده، اصل احنا بنصحى الساعه 5 الصبح. بننزل نبيع اللبن اللي حلبناه من الجاموسه اللي مربينا في البلكونه. على العموم انا عارفه كويس قوي انتوا بتعملوا كده ليه؟ تفتكري بنعمل كده ليه؟ بنعمل كده ليه؟ انتوا عايزين تزهقوني وتذلوني علشان امشي واسيب البيت، بس ده مش هيحصل جامي. برافو، سقفوا المجيده، سقفوا المجيدة، اخيرا عرفت احنا بنعمل كده ليه. يلا بقى اتكلي من البيت. بقولك يا مجيدة، انا طالبة منك حاجة، كل يوم تصحي الساعة 6 الصبح تسيق البيت بمية ساعة، عشان مية السخان انا محتاجاها عشان الحمام، وانتي قبل ما تروحي المدرسة تغسلي المواعين وتحضري لي الفطار. انا من رايي يا ماما انها ما تروحش المدرسه وتفضل تساعد مامتها هنا في شغل البيت، عشان حضرتك يا قلبي اول ما تصحي من النوم تلاقي الفطار بتاعك على صينيه كده سخنه بيغلي قدام باب اوضتك. ده احنا على كده بقى هنبقى الخدامين بتوعكم. طب وايه المشكله يا حبيبتي؟ ما تعملي بلقمتك يا ماما. وبعدين انت يا مجيده لا تفقهي شيء في شغل البيت، احنا بنأسسك بنعلمك صنعه تنفعك، نعلمك شغل البيت عشان لما تروحي تخدمي في بيوت الناس الزباين ما يشتكوش منك. هاو داريو، هاو داريو يا سناء، اسمعي بقى، ده مش هيحصل عشان انا متعززه يا حبيبتي. وده مش هيحصل ابدا. عادل شايف يا عادل؟ انا مش شايف، انا سامع وحاسس. يا عادل قوم بقى. ايه في ايه؟ ما ينفعش الكلام ده،
ده بيتي انا، انتوا ناسيين ولا ايه؟ ودي مامتي وليها حق في البيت ده زي امك بالظبط، فهمني ولا مش فاهمني؟ وهو ده حد اللي بتعمله لاختك سناء. يا جماعه حرام عليكم بقى، حرام عليكم، يعني انا طول الليل شغال وطول الليل بجرد ومستحمل هباب الطين رمزي ده، اجي في النهايه كمان مش عارف انام. ما انا لو ما عرفتش انام يبقى مش هعرف اروح الشغل، لو ما عرفتش اروح الشغل يبقى انتوا كلكم هتروحوا تشتغلوا في البيوت. يا جماعه حرام عليكم، بابا تعبان من الشغل وعايز ينام. خلاص يا بابا روح انت نام وانا هسكته. يعني انت مسؤوله عن كده يا ياسمين؟ اه، واحنا عيال يعني ياسمين. طب افرضي بقى ان مجيدة ما نفذتش اللي اتفقنا عليه، نعمل فيها ايه؟ هي دي مشكلة؟ دي مش مشكلة، ما نودهاش سينما الاطفال. معقولة ما نودهاش سينما الاطفال؟ ده احنا كده بنتك عليها قوي يا ياسمين. لا انتوا زودتوها قوي بقى، وانا عارفة كويس قوي انتوا برضو عايزين تزهقوني وتذلوني وتهينوني عشان ما اقعدش في البيت واسيبه، لكن ده مش هيحصل وهفضل قاعدة على قلبيكم هنا اهو في البيت. سناء تعالي. عايز ايه؟ هتذنبني ولا ايه؟ تعالي يا لطيفة تعالي. رانيا تعالي. يلا يا نجم. ياسمين تعالي. يا سناء ليه بتعملي كده في حماتي؟ انت عايز ايه يعني؟ نخدم ورا منها؟ هو يا كده بس انا ملاحظ من اول ما جات هنا اول بيت وانت بتتعاملي معاها بطريقه عجيبه، انا حطها في دماغي. لعلمك بقى انا ما فكرش فيها ولا لحظه واحده ولا حطها في دماغي خالص. دي ست كده متنشيه وعامله مانيكير كده وباديكير وطول نهارها مقديه كده اهوت وصبغه شعرها اصفر وطول النهار كل ما تكلمها تقوم رافعه لك حاجبها كده عامله زي الفرنساويه، وبعدين كل ما اروح لها البيت فاكر تقول ايه؟ لو جزمكم بره جميع احسن توسخوا السجاد، اغسلوا ايديكم بالكلور جميع احسن توسخوا الكوبايات. ده واضح تماما ان انت مش حاطاها في دماغك خالص، ده ايه التجاهل ده؟ مش قلت لك ان انا ما بفكرش فيها؟ لا خلاص يعني ما تتكلميش عن نفسك. المهم بس يا سناء بعد اذنك شيليها من دماغك لغايه ما انام شويه، وبعد الصلاه رجعيها تاني في دماغك، كلنا هنحطها في دماغنا، وانت يا ستي اكتر واحده حطيها في دماغك. المشكله يا عادل موجوده دلوقتي مش بعد الصلاه. المشكله موجوده على طول، لعلمك يعني انت لو بتدوري لها على حاجه يعني بتتكلم عليك زباله. تتكلم عليا انا زباله؟ دولا ايه؟ دولا انت صح ولا نايم؟ انت ايه اللي دخلك عليا اوضه النوم؟ يلا اوضه النوم يا عم، انت بتحلم، احنا في القهوه يا دولا. يلا قوم استحمى بقى عشان نروح نصلي الجمعه. نصلي الجمعه ايه الساعه 7 الصبح؟ انت اتجننت؟ ايه يا دولا فوق كده، احنا عايزين نروح بدري عشان نلحق الصف الاول يا دولا. صف اول ايه اللي نلحقه واحنا رايحين الاستاد؟ يا ابني صلاه الجمعه في اي مكان بتصلي يا ابني. لا يا عم دي كلمه الالتزام يا دولا، احنا عايزين نروح بدري النهارده عشان نلحق الخطبه من اولها عشان عايز افهمها بقى المره دي. بس الجامع دلوقتي هتلاقيه قافل. هنقعد يا عم نفرش حصير ونقعد قدام الباب الجامع عقبال ما يفتح. بص روح انت استحمى وجهز نفسك وانا بحصلك. يلا وانا هستحمى يعني هنا في القهوه يا عادل؟ وفيها ايه يعني؟ عندك الغلايه على النصبه اهي، روح حط دماغك تحت الغلايه بس اهم حاجه ما تغمضش عينيك. لا يا عم انا لسه هقعد اقلع هدومي وبتاع. يلا قوم بقى يا عادل بقى. ولا ابعد من قدام وشي دلوقتي بدل ما اقوم افتح لك دماغك. انت شكلك كده عايز كوبايه شاي. عناية حاضر. نفتح بس الاول نحط حته في النص ده. عادل دولا عايز ايه؟ هو الواد حته فين؟ معرفش. طب ايه عادل بتزعق ليه كده؟ طيب فيا يا عم احنا في ساعه صبحيه. اهدى يا حته ولا حته. عايز ايه؟ بقول لك يالا هو فين القناه اللي بتجيب صلاه الجمعه؟ صلاه جمعه ايه؟ هو النهارده ايه اصلا؟ قوم يا عم قوم فوق كده وتوصلك وشك بكوبايتين حلبه بايدك ديت واعمل لنا كوبايتين شاي. يلا يا استاذ عادل يا
استاذ عادل لما سبتك تنام هنا سبتك تنام عشان قلت لي مش هيحصل اي مشاكل. لا اله الا الله. طب هو كان هيعرف الغيب منين يعني؟ فوق كده وقوم يلا هز طولك وامسح القهوه دي علشان الزباين لما تيجي. زباين مين اللي هيجوا الساعه 7 الصبح يوم الجمعه يا سائع؟ امشي اطلعوا بره بره بره. دولا ازي دولا الحق حته بيقول لك اطلعوا بره. بيتك جبت لنا كلام يا حته. انا مال انا يعني هو يطلع بره؟ هو يطلع بره. امشي اطلعوا بره. الواحد ميت من التعب، السهره بتاعت بالليل دي والشغل، الواحد جسمه اتكسر. طب وايه اللي تعبك قوي كده يعني؟ لا مفيش، المهم يعني نمت الساعة 2 بالليل، صاحي الساعة 6 على خناقة جامدة جدا بين سناء وبين أمي وبين مجيدة وبين مراتي وكل الناس بيتخانقوا مع بعض. يا دولا ده كله علشان أنت مش مظبط بيتك. تعرف إن أنا لما كنت في البلد وفي حد بس بيفكر إن هو عايز يصحيني كنت أقوم أقتله. بالك يا دولا؟ ها عادل؟ بالك لما ببقى نايم هنا في البازار لوحدي بالليل وفي تمثال عامل دوشة أقوم أكسره. وأنت كام تمثال عملوا لك دوشة قبل كده؟ 3. مخصوم منك 3 تماثيل. وابعد عن وش السعادة يا رمزي عشان ما اغلطش فيك. هتغلط ازاي يا عادل يعني؟ ماشي. يا دولا دولا انا عايز اعرف يعني هتغلط ازاي؟ ها؟ خلاص مش هغلط فيك ان شاء الله. طب يلا قوم بقى. قوم انت نمت خلاص ولا ايه؟ طب يا عم قوم انت كفايه نوم جلاجات كده، انت هتقضي طول اليوم نوم. قوم يلا فوق كده عشان نصلي الجمعة. بص يا رمزي عايزك بس تسيبني انام شوية عشان اقوم مركز في الصلاة. انت مش نايم معايا امبارح في نفس التوقيت يا دولا؟ لا انا نمت بعديك، روحت حلقت وبتاع وزبطت نفسي. بص يا دولا انا الاسبوع اللي فات الجمعة فاتتني، والاسبوع اللي قبله برضو، انا الاسبوع ده بقى مش عايزها تفوتني. يلا بقى قوم. ماشي انت متوضى يا رمزي؟ كنت متوضى من 5 دقايق. ما هو الجامع قافل يا عم. اعمل لك ايه؟ ماشي ايوه كده. فوق. حاضر انا عارف انت ناويها من الصبح انك انت ما تنيمنيش. حاضر مدام كده بقى مش هقدر انام. يلا نروح على البيت عندي ناكل لقمه وبعدين نطلع على صلاه الجمعه. لا يا دولا روح انت ظبط نفسك وتوضى وابقى عدى عليا هنا في البازار. ماشي دولا. اقول لك نصيحه؟ لا. عينيا ظبط حياتك تستقيم حياتك. حد يرد على التليفون يا اخوانا، حد يرد على التليفون. الو يا رمزي عايز ايه؟ ايه هجيب لك سجاده صلاه وشبشب؟ حاضر يا سيدي. لب عايز ايه؟ رايح جنينة الحيوانات بعد الصالة. ايه هتزور قرايبك ولا ايه؟ ماشي حاضر اجيب لك لب. وما تتصلش بيا تاني يا رمزي. انا مال انا تتصل بمين؟ ما تتصلش بيا وخلاص. يا اخوانا حد يفتح الباب يا رانيا. انت بتزعق لي؟ افتح الباب يا رانيا، مش شايفاني نايم. نايم وبتتكلم ازاي دي؟ أنا آسف يا ستي مش نايم. ممكن لو سمحتي بقى تفتحي الباب عشان عايز أنام. واشمعنى أنا؟ أنا صاحية من الصبح وغسلت وطبقت ونشرت. خلي أختك اللي اسمها سناء تخلي عندها شوية دم وتعمل حاجة. ثم إن أنا حلفت لا هرد على تليفونات ولا هفتح بباب. أوه يا سناء سناء يا سناء. ايوه يا عادل. الله عملت جعل كده ليه؟ افتح الباب يا سناء. طب ما انت عندك مراتك اهي ما قاعده، ما تفتح هي الباب. يا سناء لو سمحتي ما فيش وقت للكلام ده، افتح الباب لو سمحتي بيرن من الصبح.
انا حلفت لا هفتح بيبان ولا هرد على تليفونات. حلفتي بجد؟ برافو برافو انك حلفتي يا حبيبتي. انا كمان حلفت والله العظيم ثلاثة ما انا فاتحه الباب. يا ماما يا ماما. ايه في ماما؟ بتنده عليا ليه؟ معلش يا ماما انا اسف يعني، بس ممكن تفتح الباب؟ وافتحه انا ليه؟ ما عندك شحطتين يفتحوه. لو سمحت يا طنط من فضلك ما تغلطيش فيا. ما ماما قالت الشحطتين يعني غلطت فيا انا كمان، ومع كده انا ما ردتش عشان انا محترمه ومؤدبه. عيب عليكي عيب عليكي تغلطي في ست كبيره زي دي زي امك. يا ماما معلش يا ماما افتح يا ماما. طب ايه رايك بقى عشان الكلمتين اللي قالتهم مش هفتح. واللي بره ده كمان يا ياسمين روح افتح الباب. بس انا عارفه لو حلفت انت اخرى هقوم اكسرك. هتكسرها ازاي وانت حلفت ما تقومش من على الكنبه؟ مش هيفتح مش هيفتح. دي الفكره يعني مش هيفتح. تعالي هنا قول تعالي هنا تعالي يلا. بس على فكره كده انت قمت من على الكنبه. لا كانت رجلي دي لمسه والله كانت رجلي لمسه. يلا روح تحت. ايه طرشان مش سامعين جرس الباب؟ إيه ما سمعناش خالص هو ضرب. يا رب ده حاجه غريبه جدا ده بيت غريب جدا. السلام عليكم. ازيك يا ام مرد؟ عليك ازيك يا اختي؟ في ايه يا جماعه؟ انا بقالي ساعه ملطوعه على الباب عماله برن لما كنت هزهق وامشي. عايزه ايه يا ام ميرفت؟ ده بيختي عايزه بصلتين. احسن ابو ميرفت ما ياكلش الفوله لازم اخرط له عليه بصل. الدوشه دي كلها يا ام ميرفت عشان بصلتين؟ الله يا سعاده هو انا بعز عنكم حاجه؟ ما هو امك هي اللي سبخت مني ما خدك النهار. يا اختي يا اختي ده من 5 سنين. يا جماعه يا اخوانا حد يقوم يجيب لها بصلتين. قومي يا رانيا هاتي لجارتنا ام ميرفت البصل. انت بقى ما تتامريش عليا يا سناء. تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. اه بحسب. خلاص يا جماعه سناء قومي هات البصل. هو انت مش قادر على مراتك هتقدر على اختك؟ خلاص تمام. ام ميرفت خشي خد البصل اللي انت عايزاه من البلكونه. يسلم بقك عم تتعصبوا على بعض. ايوه يا اخويا انا عارفه ان البيت بيتي. اه طبعا فكرينا بقى نبقى نعمل لك مفتاح على البيت. يا عادل انت لازم تشوف حل المشكله اللي احنا فيها دي عشان انا خلاص مش قادره. طالما مش قادره ومش قادره تستحملي اتكي على الله وامشي. يا سلام هو في حد اصلا وجه لي كلام يا ست سناء؟ انت عايزه ايه يا مجيده؟ انا مش قادره افهم انتوا مستويين على ايه. حاجه غريبه جدا وانت كمان بقى اتاخر انا مش عارفه اقعد. اتفضلي يا حضرتك. يا ولاد انعام البصل يا اختي متعلق سقف البلكونه وانا مش طايلاه حد يجي يا ولاد يجي يناولني بصل. امي عادل ناولها البصل. انا حلفت قبل كده ان انا مش هقوم من على الكنبه قبل صلاه الجمعه. بص يا ام ميرفت شوفي اي مقشه واختفي لك اي بصلتين من فوق. اتفضلي يا اخويا. ان شاء الله يخليك ويريح قلبك. وبعدين يا عادل هتعمل ايه في المشكله اللي انا كلمتك فيها؟ انا عايز انام. هي دي طريقتك في حل المشكلات انك تنام؟ ربنا ما يجيب مشاكل. ما هو انت لو مشيتي على النظام بتاعنا هتستريحي وتريحي. قصدك ايه بقى ست انعام؟ عايزه ايه؟ عايزاني اشتغل شغال عندك؟ لا 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 الا ماما. ماما ده صوت الحكمه صوت الضمير صوت العرب كلمه هو يمشي على رقابه كل الناس اللي في البيت وفوقيهم عادل وبعد منهم كلمتي انا تمشي عليها. ليه بقى ان شاء الله وانا هنا ايه طيشه كنبه جردل؟ انا هنا صاحبه البيت وكلكم عندي ضيوف. يا اختي يا اختي يا اختي ضيوف ده ايه؟ انا قاعده في خير ابني. خلاص 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 بس كفاية. أنا أحل لكم الحكاية دي. يوم السبت سناء عندها أجازة من المدرسة، هي اللي هتمسح المواعين وهي اللي هتنشفها وهتنظف المطبخ. كل واحدة فيكم ليها يومين. نجلاء يومين تنظف البيت كله، رانيا يومين تنظف البيت كله، سناء يومين تنظف البيت كله، ماما وحماتي كل واحدة مسؤولة فيكم عن أوضتها. بعد كده فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه؟ الهدوم. كل واحده هتغسل هدومها. هدومي رانيا هي المسؤوله عنها. الطلبات بتاعه البيت انا اللي هجيبها كلها من بره. عايزين اي حاجه رمزي هو اللي هينظمها لكم ويجيبها لكم لغايه البيت. يوم الجمعه اجازه لكل الناس ما عدا رمزي. في حاجه تاني؟ اوكي. ورد على التليفون وفتح الباب. هنجيب سكرتيره في البيت ان شاء الله. استاذ ورئيس قسم. طب ما انت بتعرف اهو تحل وتربط، امال كنت راكن ليه؟ كنت بغير زيت. على فكره انها موافقه. طالما ماما قالت انها موافقه طبعا انا لازم ارضخ لرغباتها. وانا هعمل ايه؟
بص يا ياسمين، انت عليكي مهمه مهمه جدا. هتلمي كل الازايز اللي موجوده في البيت وتمليها ميه وتحطيها في الثلاجه، ما تخليش ولا ازازه فاضيه. دلوقتي بقى ممكن تسيبوني بقى، انا من نوع الكنبه، ممكن تسيبوني بقى. طيب يبقى انا كده بقى هنام بعد صلاه الجمعه ان شاء الله. انا خدت البصل اهو يا سعاده، ربنا يكرمك. بقول ايه يا ولاد، ماليش عندكم حزمه بصل اخضر كده من ابو الشراشيف؟ بصل؟ حاضر يا ام مرفت، حاضر، هجيب لك حزمتين وانا راجع من الصلاه، كله بعد الصلاه، سيبوني بقى.